مين منا ما بتحلم ببشرة مثالية وخالية من الهالات السود؟ لهيك رح علمك على خلطة كتير فعالة. نحنا بحاجة لكيس شاي بنسبة كافيين عالية حتى يعمل ديتوكس للبشرة ويخلصها من السموم، ولمي سخنة ولنشا. ومن بعدها منضيف النشا على الشاي. النشا ببيض تحت العيون وبيطهر البشرة. نحركهم بطريقة سريعة حتى نحصل على عجينة، وفينا نستعمل النار حتى نسرع بالحصول على هيدا العجينة. العجينة اللي بنحصل عليها بنعملها بهيدا الشكل تنقدر نحطها بطريقة منيحة تحت عيننا.